اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الكاف مع سلينج. في الحلقه دي هنكلمكم عن المجموعه الثالثه والرابعه. المجموعه الثالثه بتتكون من 4 منتخبات، هما الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا. مدينه القاهره هتستضيف المجموعه وهتلعب مبارياتها على استاد الدفاع الجوي. محاربي الصحراء بقياده بطل البريمير ليج رياض محرز والرهيب ياسين ابراهيمي ومهاجمه القناص بغداد بونجاح تحت قيادة الوطني جمال بالماضي هيحاولوا استعادة اللقب الغائب من 29 سنة تحديدا من 1990، وهو تاريخ آخر لقب واللقب الأوحد اللي حصلت عليه الجزائر. أما منتخب السنغال هيحاول الحصول على لقبه الأول في القارة السمراء بعد خيبات أمل كتيرة جدا. أسود التيرانجا بقيادة جناح ليفربول الطائر ساديو ماني ومدافعه القوي كاليدو كوليبالي نجم نادي نابولي تحت قيادة لاعبه السابق اليو سيسيه هيكونوا على الموعد للمنافسه الشرسه على البطوله، خصوصا ان منتخب السنغال من اقوى المرشحين للحصول على البطوله. المجموعه الثالثه كمان بتضم كينيا وتنزانيا اللي هيحاولوا يحققوا مفاجاه كبيره جدا على حساب السنغال والجزائر. ولو بتدور على المتعه الحقيقيه في المجموعه دي فهتلاقيها في المنافسه الشرسه جدا بين الجزائر والسنغال على صداره المجموعه. مجموعه الموت. لما نكون بنتكلم عن مجموعه فيها المغرب، كوتيفوار، جنوب أفريقيا والمنتخب الرابع ناميبيا، يبقى دي مجموعة الموت. المجموعة الرابعة بتلعب مبارياتها في مدينة القاهرة وعلى استاد السلام. أما عن المنتخب المرشح الأفضل لكتير جدا من الأراء وهو المنتخب المغربي، بيدخل البطولة وبيدور على لقبه الثاني، خصوصا أن آخر لقب حصل عليه كان سنة 76. مهمة أسود الأطلس هتكون تحت قيادة لاعبه ونجم نادي أيكس زياش والعائد حديثا من الإصابة حكيمي تحت قيادة فنية رائعة من رينار. منتخب الكوتيفوار بطل نسخة 2015 وصاحب التاريخ الطويل في القارة الأفريقية بيسعى بقوة إنه يعوض خيبة الأمل في كأس العالم 2018 بإنه يؤدي أداء فوق الرائع وهو المتوقع منه. منتخب الأفيال بقيادة نجم كريستيال بالاس وولفريتزاها ومدافع توتنهام سيرجي أورير وقيادة فنية رائعة من إبراهيم كامارا. البافانا بافانا منتخب جنوب أفريقيا اللي قوته بتتركز في إن أغلب اللاعبين فيه هم من الشباب، هيحاول بطل نسخة 96 انه يكون بطل 2019. اما المنتخب الرابع وهو منتخب ناميبيا فهو صاحب تاريخ مش كبير نسبيا في تاريخ البطولة الافريقية. في الفيديو اللي جاي هنكون معاكم باخر شخصيتين في حكاية دور المجموعات وهما المجموعة الخامسة والسادسة. الجديد والتنوع هم اساس المتعة، وعشان تستمتع اكتر بتلفزيونك العربي اعرف اكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل واستمتع بالتوب 5 من الافلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالاضافة لرأي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربية، وكمان اشهى وألذ وصفات الاكل المشهورة في الوطن العربي، وهتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيلية عن طريقة استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.